مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح اليوم الجمعة 2 كانون الأول. تعديت على شاطئ المينا بطرابلس بقابلها اعتصامات من الأهالي لحمايته، معرض لوحات للفنان التشكيلي جان فرانسوا لاريو وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن المحامية باتريسيا لياس ميدا، مؤسسة ورئيسة جمعية غدا لبنان، ومع منحكي عن مناهضة العنف ضد المرأة بلبنان ومشاركة المرأة بالحياة السياسية اللبنانية كيفية تفعيلها. وأيضا ضيفتنا تاني هي الفنانة والممثلة أنا سعد، ومع منحكي عن مسيرتها الجديدة بلو، مسرحيتها عفوا الجديدة بلو بلان بول. هيدا ملخص عن الحلقة اللي بنبداها مثل العادة باتصال مباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية مدام منى عمر العزة معنا على الخط. مرحبا. أهلا، كيفك مدام؟ ماشي الحال، كيفك بهالسقعات؟ ايه الحمد لله، سقعت منيح. ايه اكيد. شو ناطرنا بهاليومين؟ ايه مزبوط. اليوم كفة غائم وممطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية، رياح شديدة ممكن توصل ل 65 كيلومتر بشمال، ممكن توصل ل 75. نعم. خلال الفترة الصباحية بيرتفع مع موج البحر، ممكن يوصل ل 5 أمتار. أوكي. درجة الحرارة بتستمر بالانخفاض اليوم، الثلوج اعتبارا من 1500 متر. أها. كمان انخفض. انخفضت صحيح. نعم. الأمطار بتخف حدتها خلال الليل. يعني رح تضل شتي كل النهار لليل لتبلش تخف. صحيح. اوكي. بكره بيتحسن الطقس، يعني في امطار خفيفه هيك بالفتره الصباحيه بكره، ما في تغيير بدرجات الحراره. خلال النهار بصير قليل الغيوم طقس. بس درجات الحراره ما رح تتغير بين اليوم وبكره؟ لا. اوكي. الاحد بترتفع شوي درجه الحراره وبيكون غائم جزئيا. نعم، خلينا نحكي شوي عن الحراره اليوم. الحراره اليوم على الساحل بين 10 و 19، على المرتفعات من 5 ل 11، الارز من ناقص 2 ل 2، بالبقاع من 4 ل 11. اوكي. رياح جنوبيه غربيه سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر، بتقوى احيانا ممكن توصل ل 75 كيلومتر خاصه بالشمال. رؤيه متوسطه بتسوق خلال فتره الامطار. الرطوبه على الساحل بين 55 و 85%، البحر هائج وحراره المي 21. اكيد نحذر الصيادين كمان من ارتفاع موج البحر بظل هالهواء القوي اللي عم بيصير. موج البحر بيصل لخمس امتار يعني، فاكيد. اوكي، بكره الحراره هي زيتها، والاحد لما ترتفع قديش؟ الاحد حترتفع يعني ارتفاع محدود، ما حيبين كثير الفرق يعني. على كل حال بنحكيكم من هلا للاحد. صح. الله معك، شكرا لمداخلتك، يعطيكم العافيه. مرحبا بيارات. مرحبا جوال لك ولكل المشاهدين. شو عنوان صحف بيروت مع نهايه هالاسبوع؟ جوله بنبداها هلا. جولتنا لليوم بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. صدمة الستين تعيد الحرارة إلى المحركات. وزراء خارجية تركيا وألمانيا وكندا في بيروت اليوم للقاء عون والمسؤولين. بيري يشدد على توافقه ورئيس الجمهورية على قانون انتخابي جديد. موسكو تخير المعارضة بين الخروج الآمن من شرق حلب أو الحسم. أولاند فاجأ الفرنسيين بإعلان قراره عدم الترشح لولاية ثانية. بوتين يحض من مناهضته للغرب، نريد أصدقاء لا مواجهات. دوميستورا، خروج مقاتلي النصرة من حلب سيخفف مستوى العنف في المدينة. وختاما وضمن افتتاحية النهار لليوم بألم مروان اسكندر، الانترنت العصي على التحسين. من صحيفة النهار ننتقل بجولتنا إلى عناوين صحيفة السفير. الحكومة إلى تأليف سريع أو تأجيل أو انتحار. عشقت موفدين أجانب في بيروت والثنائي يرفض الستين. الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة السفير لليوم وهي للثلوج، وعم الثلوج اللي عم بتزين قمم فريا وكفر دبيان وتقديرات مناخية بانحسار ابتداء، فإذا من بكرة مثل ما عرفنا هلأ من اتصالنا. بالعناوين الأخرى، مسلحو حلب أمام خياري التسليم والقتال العبثي. أردوغان يتراجع عن تصريحه بشأن الأسد. تلامذة لبنان يشربون مياها ملوثة. معرض بيروت للكتاب حديقة الحرية. وختاما مأساة كاسترو وهانيبال. من صحيفة السفير إلى عناوين صحيفة الحياة. الملك سلمان يدشن مشاريع عملاقة تنتج 3 ملايين برميل مكافئ من النفط الخام والغاز يوميا. روسيا ودول من خارج أوبك تخفض إنتاجها لتعزيز الأسعار. معركة في الكونغرس الأمريكي لتعديل العدالة ضد رعاة الإرهاب. حشود عسكرية تستعد لحرب شوارع في حلب.
فصائل معارضة تتوحد في مواجهة الحرس الجمهوري والحرس الثوري، وموسكو تبحث مع الأمم المتحدة فتح ممرات للمدنيين. بوتين يريد أصدقاء لروسيا في العالم، أكد في خطابه السنوي أن بلاده أقوى بعد عامين من العقوبات الغربية. من صحيفة الحياة منتابع مع عناوين صحيفة المستقبل. بعبدة تكثيف الجهود لحلحلة حقيبة فرنجية. بربارة تلقي بثقلها سيولا على الساحل وثلوجا على المرتفعات وتنحسر غدا. موفد البابا في بيت الوسط، لبنان رسالة. التقرير الاقتصادي لمؤتمر المستقبل، برنامج العام 2017 وما بعد وإقرار الثوابت. والصورة بس إذا فينا نرجع نشوفها، فإذا للموفد البابوي ببيت الوسط، هون عم يستقبلوا الرئيس سعد الحريري أمام شجرة الميلاد. طبعا الموفد البابوي الموجود حاليا ببيروت كمان للمشاركة بفعاليات بيروت ترنم يلي انطلقت امبارح. المعارضة تنصهر في جيش حلب، وثيقة أوروبية تعتبر اللامركزية حلا لسوريا الغد. الملك سلمان يدشن مشاريع عملاقة لأرامكو. ستينية معرض كتاب بيروت العربي. وبالعناوين الأخرى، أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. من صحيفة المستقبل إلى صحيفة الأنوار، الحريري يجري اتصالات مع بري لمعالجة مطلب تيار المردة. حوار تلفزيوني بين ممثلين للقوات اللبنانية والمردة. العاصفة تستمر اليوم بثلوج وأمطار غزيرة. السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد ويحضر العيد الوطني للإمارات. المعارضة تشكل جيش حلب، وكتب المحلل السياسي لليوم أسئلة التشكيل، من يملك الأجوبة؟ أولاند لن يترشح لانتخابات الرئاسة. وختاما وضمن مقالة رفيق خوري لليوم، أي عون في القصر أي حريري في السراي. عنوان أخير بس ضمن محليات، تمثال لجبران خليل جبران في بوينس آيرس. من صحيفة الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء، التبادل بين الحقائب ينتظر الضمانات والمصالحات. حوار المستقبل، حزب الله يقترح الصحة الفرنجية. والأشغال مباطحة بين عين التينة وثنائي معرب. المنخفض حتى الغد والمتساقطات دون المستوى. النظام يحشد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة مستعجلا حسم المعركة في حلب الشرقية. أرجوب الأوفر حظا لنيابة أبو مازن. اللواء تنفرد بنشر أبرز الأسماء المرجح فوزها بمركزية فتح. بوتين في خطاب الاتحاد، لهجة تصالحية مع الغرب. وختاما نريد الإبداع. من صحيفة اللواء ننتقل إلى عناوين صحيفة البلد. وبعناوين اليوم، التشكيلة الحكومية في حلقة مفرغة والعهد أمام الاستنزاف. تغيير خطط معركة الموصل، وداعش يرد بقنص الأطفال. كاسترو يزور تشي غيفارا. المستقبل بعد المؤتمر، ما الذي يحتاج الحريري إلى إنقاذه؟ فوبيا الأديان، الخطر الأول على الحرية الشخصية والدينية. وختاما، ما مصير السلطة الرابعة اليوم؟ نوصل إلى الصحف الأجنبية، وبداية ترجمة لعناوين صحيفة ذا ديلي ستار بأبرز عناوين اليوم. قوات النظام تتقدم في حلب، وروسيا تقترح فتح ممرات إنسانية. أولاند لن يترشح مجددا للرئاسة. وبعنوان أخير، بوتين يأمل بإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة. من ذا ديلي ستار ننتقل إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريون جور. الاتصالات مستمرة بين بعبدة، معراب وبيت الوسط. جيش النظام يتحضر لمعارك شوارع في حلب الشرقية. خلافة أولاند في اليسار الفرنسي مفتوحة. وختاما، روسيني موفد سلام في بيروت، ومقالة بعيدة عن السياسة طبعا، وهي عن افتتاحية فعاليات الدورة التاسعة من بيروت ترنم امبارح. من لوريون جور منتابع جولتنا، ومنوصل إلى عناوين صحيفة الشرق لليوم. الخليجيون جمدوا بيع عقاراتهم وأملاكهم في لبنان. قزي إلى النهاية وراء فضيحة الضمان. أمطار غزيرة وثلوج ورياح شديدة وصقيع وقطع طرقات. سيدة الأرجنتين الأولى تترأس حفل إذاعة الستار عن تمثال جبران. أردوغان يتراجع، نحارب الإرهاب فقط في سوريا. بوتين مستعد للتعاون مع ترامب، وضمن رأي الشرق لليوم بألم عون الكعكي، المحاولة الأخيرة. وبعنوان أخير، في ذكرى ماجد حميدي.
من صحيفة الشرق ننتقل إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. نداءات لإنقاذ حلب قبل فوات الأوان. النظام يعزز توغله في المدينة، ودمشق وطهران ترفضان وساطة أنقرة. تحرك جمهوري في الكونغرس لتعديل قانون جاستا. التغيير المطروح يحصر الدعاوى في الحكومات المتعاملة عن عمد مع الإرهابيين. ولد الشيخ يتسلم من هادي رد الشرعية. تركيا تنضم إلى الدول الرافضة لحكومة الانقلاب في صنعاء. ومن صحيفة الشرق الأوسط مننتقل إلى عناوين صحيفة الجمهورية يلي معها رح نختم جولتنا على صحف بيروت لليوم. قانون الستين عقدة إضافية. هجرة الشباب والأدمغة، الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة الجمهورية لطلاب أمام إحدى الجامعات بلبنان. وبالعناوين الأخرى، من قال أن جنبلاط لا يمكنه لبط رجله بالأرض؟ بين التأليف والانتخابات قصقصت جوانح. أولاند لن أترشح للانتخابات الرئاسية. ورياضيا اشتعلت الحرب بين رونالدو وميسي. وبصور اليوم مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار جمعة ملحق إضاءات. جولتنا على عناوين صحف بيروت لليوم وصلت لختامها. رح نتوقف هلا مع بريكي عليني، ومن بعده جولة على أبرز المواعيد الفنية والثقافية. ضلكم معنا.